صوت الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين ضمن خطة الحكومة لإجراء تعديلات على النظام القضائي تثير جدلا واسعا. ينص مشروع القانون الأول على الحد من صلاحيات محكمة العدل العليا في إلغاء القوانين، وتتيح للكنيسة سن القوانين حتى لو قامت المحكمة بإلغائها. والمشروع الثاني يتعلق بالإعلان عن عدم قدرة رئيس الحكومة على تأدية مهام منصبه، حيث يأخذ المشروع هذه الصلاحية من المستشارة القضائية للحكومة ويعطيها للكنيسة بأغلبية خاصة، ويقلص مبررات مثل هذا الإعلان إلى أسباب صحية فقط. وللمزيد ينضم لنا الآن من القدس مراسلنا نضال كنعان. نضال، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي ستعنيه الآن هذه الخطوة، والأهم تداعيات هذه الخطوة؟ نتحدث هنا الإقرار من قبل الكنيسة التصويت بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين ضمن إطار خطة التعديل النظام القضائي. نعم داليا، يمكن القول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ماض في خطته لإضعاف القضاء رغم كل الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل، ورغم التحذيرات من عواقب هذه الخطة التي يتبعها رئيس الحكومة. فجر اليوم الكنيسة الإسرائيلية صوت على قانونين من باقة كبيرة من القوانين التي تعرض على الكنيسة في الفترة الأخيرة في هذا السياق. القانون الأول فعليا يمنع محكمة العدل العليا من إلغاء القوانين، فهو يطلب منها من أجل إلغاء قانون عادي أن تجتمع بكامل هيئتها، أي 15 قاضيا في محكمة العدل العليا، ويحتاج إلى أغلبية 13 قاضيا منهم من أجل إلغاء قانون. ورغم ذلك يستطيع البرلمان الإسرائيلي إعادة سن هذا القانون دون وجود إمكانية لإلغائه مجددا، ويمنع المحكمة من النظر في القوانين الأساس التي يسنها الكنيسة الإسرائيلي. القانون الآخر جاء لقطع طريق على المستشارة القضائية لتنحية بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة، فهذا القانون يتحدث عن إمكانية الإعلان عن رئيس الحكومة بأنه غير قادر على ممارسة مهام منصبه. أولا، هو يصادر هذا الحق من المستشارة القضائية للحكومة كما كان سابقا، ويمنحه للكنيسة وبأغلبية 90 عضوا من بين 120، ويقتصر الأسباب على الأسباب الصحية فقط. هذا القانون يأتي خصيصا بعد حديث عن إمكانية الإعلان عن نتنياهو بأنه غير قادر على أداء مهام منصبه بسبب انشغاله واتخاذه القرارات بناء على مصلحته الشخصية، لأنه يتعرض لمحاكمة في 3 قضايا فساد، وبالتالي نتنياهو يريد الاستمرار بالحكم. طبعا التصويت بالقراءة الأولى على هذه القوانين هو فعليا قول الحكومة بأنها لا تأبه بكل ما يجري في الشارع الإسرائيلي، لا تأبه بالأزمة الاقتصادية التي بدأنا نشعر بها، ويحذر منها كل المسؤولين وكل المطلعين على الاقتصاد الإسرائيلي. ورغم كل محاولات الوساطة التي كان يقودها رئيس الدولة في إسرائيل، إذن إسرائيل ماضية قدما في خطة نتنياهو الذي أعلن صباح اليوم سيطرته على اللجنة المركزية للإحصاء من أجل السيطرة على المعلومات التي تصل للمواطنين عن تأثيرات هذه القوانين التي يسنها. شكرا لك مراسلنا نضال كناعنة، كان معنا من القدس.